وكم للدين من ركن بك انهارا. تزلزلت فيك أرض الله وانسكبت عين السماء دما والعرش قد مارا. أفيك يقضون آل المصطفى ظمأ والماء طام فليت الماء قد غارا. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك وعلى أصغر مقاتل في معسكرك عبد الله الرضيع الذي فداك بنحره الشريف. أيها الإخوة والأحبة حياكم الله، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موكب الأيام. هذا اليوم سيعقد في موكب الأيام مجلسا لسيدي ومولاي عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين عليه السلام، يحدثنا عن هذه الشخصية الصغيرة العمر والكبيرة العطاء سماحة الشيخ جلال الدين الصغير. حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. عبد الله الرضيع صغير عمر وكبير موقف وعطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابينا يا أبي الأحرار والسيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة إلى عبد الله الرضيع صلوات الله عليه، ربما يمثل أحد الأفخاخ الرئيسية في العملية التغييرية التي أرادها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. على المستوى المادي عبد الله الرضيع لا وجود له في الموازين العسكرية، هو رضيع لا يستطيع أن يفعل أي شيء في العمل العسكري، وكل الذي أراده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي بضعة قطرات تلقى في فم هذا الطفل. لكن الأبعاد التي ارتهنت بهذا العمل وبطبيعة ما انتهى إليه الأمر أبعاد خطيرة للغاية، وتركت آثارا لما تزل إلى يومنا هذا، وستبقى تدوي أبدا الدهر ما دام هناك ذاكر لمعركة كربلاء وما جرى فيها. طفل لا يملك أي تأثير في أرض المعركة على المستوى العسكري، لماذا يتم التعامل معه بهذه الطريقة من الخسة؟ بل ربما تكون الكلمة الخسة كلمة مؤدبة جدا قياسا إلى شناعة العمل الذي ارتكبه، أول ما ارتكبه عمر ابن سعد عليه لعائن الله، ثم نفذه حرملة ابن كاهل لعنة الله عليه. أراد الإمام الحسين أن يفضح العدو بعد كل ادعاءاته وكل التضليل الذي قام به وسيقوم به لاحقا. تأتي صورة حدث عبد الله الرضيع لتفضح كل شيء. ما الذي أراده الإمام الحسين لا يشكل أي صعوبة بالنسبة إلى الجيش المقابل، ولا يشكل أي تغيير في المعادلة السياسية أو العسكرية في هذا المجال. بل ربما كيف لا يشكل وهو الآن الحسين في هذا الموقف قد أعجز الخصم، إما أن يكون بين أن يشق معسكر القوم إلى شقين وبالتالي تتفتت القوة العسكرية للخصم، أو أنه يرضخ ويقع في الفخ الأكبر وهو قتل عبد الله الرضيع. اسمحوا لي أنا أكمل حديث. لا يوجد هناك، عودا على، لا يوجد هناك تأثير في الموازين العسكرية، يعني كل الذي طلبه ما لطفل سرعان ما سيعود إلى حضن أمه لو أنهم سقوه ماء. ولكن طبيعة الغل، طبيعة الأحقاد، وطبيعة الغباء الكبير والاستدراج الإلهي الكبير لهؤلاء أوقعهم في فخ هائل جدا. ولا أشك أن الكثير من التفاعل الذي حصل مع قضية الحسين عليه السلام لعبد الله الرضيع حجر أساسي في الذي حصل. لذلك تنظر أولا إلى طبيعة ردة الفعل عند عمر بن سعد.
ما الذي يضيره وهو صاحب قربة مع الحسين عليه السلام، ليس إنسانا عاديا، وله والد له صيته، ويفترض أن يكون له مقدار من النجابة في التعامل مع هذه الأمور. لماذا هو أول من ابتدى؟ حرملة لم يبتدئ بالعمل، جاءه أمر من عمر بن سعد: يا حرملة اقطع نزاع القوم. وهذا هو ردة الفعل الأولى، أن الحسين حينما عرض الطفل على الناس وقال لهم أسقوه ماء، وإن كان الذنب ذنب الكبار فما للصغار، وانقسم الناس، منهم من يقول اسقوه، من منهم من لا يقول اسقوه، وما إلى ذلك. لكن ظهر في داخل هذا المعسكر ما ينبع عن طبيعة المحتوى الداخلي للقرارات السياسية والعسكرية التي حركت كل موضوع كربلاء. نحن نعلم اليوم هناك محاولات لا زالت تجري ليومنا هذا من أجل تحسين صورة يزيد ابن معاوية وصورة كربلاء، وتحويل التهمة، تهمة قتل الحسين، تحويله إلى الحسين مباشرة، وحديث ابن تيمية عليه لعن الله بأن الحسين قتل بسيف جده وما إلى ذلك، مثل أو غير ابن تيمية، لكن هذا الحديث لما يزل يجري لحد الآن وبشكل حثيث، خصوصا من بعض الاتجاهات الموجودة في الكويت والموجودة في السعودية، فضلا عن بعض بلدان شمال أفريقيا. لكن الشيء الذي يعرب عنه عمر بن سعد في قراره هذا، أن أي مبدأ إنساني، أي قيمة إنسانية، أي معيار من معايير الفطرة الإنسانية لم يكن موجود في قلوب هؤلاء. يا حرملة اقطع نزاع القوم. حرملة كان قد أعد سهاما مسممة، أعدها بعضها ثلاثية، وكان نبالا، يعني كان معروفا بأنه يرمي السهام بشكل دقيق جدا. كلام هنا طفل ينتدب له ما يمكن أن نعبر عنه بموازين اليوم بأنه أهم قوة في رمي السهام في ذلك الوقت، يستهدف مباشرة بهذه الطريقة، أن يذبح من الوريد إلى الوريد. وقع هذه الحادثة على أبيه يجب أن ينظر، وقع الحادثة على الفطرة الإنسانية يجب أن يلحظ، وقع هذه الحادثة على العيال وعلى الأطفال، يعني على مقيم الحسين أيضا يجب أن يلحظ. ولكن قبل كل ذلك يجب أن يلحظ طبيعة القلوب التي تفاعلت مع هذا الأمر في المعسكر الآخر. لم تحدث انتفاضة واحدة، لم يحصل رفض لما جرى. في البداية تنازعوا فيما بينهم، من يقول أعطوه ومن يقول لا تعطوه، ولكن حينما حسم الأمر بذبح عبد الله الرضيع صلوات الله وسلامه عليه، عندئذ لم تبدر من القوم أي اعتراض. ولذلك هؤلاء الذين كاتبوا الحسين عليه السلام يعني ادعوا أنهم أرادوا أن ينصروه وأنه ضغط عليهم، لا يوجد لديهم أي مبرر للسكوت على هذه القضية. لم يسجل التاريخ أي وثيقة تشير إلى أنهم اعترضوا أو أن بعضهم اعتزل القتال أو انسحب من القتال، بل جاءت الأحداث من عبد الله الرضيع تشير إلى أخذهم الإثم بعزة شديدة جدا، بحيث اندفعوا إلى قتل الحسين بهذه الطريقة، والتي تعبر عنها الروايات بطريقة تعبيرية بأن جسده بأبي وأمي كان كالقنفذ من كثرة الرماح والسهام والقطع السيوف التي تكسرت في داخل جسده بأبي وأمي. لذلك حقيقة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أوقعهم بفخ كبير،
وهذا الفخ ربما لأمة اعتادت على عمليات القتل، ربما يمر مع التدليس التاريخي، مع تخفيف الواقع، مع عدم سماع الحدث، لكن اليوم نشهد له تداعيات كبيرة جدا، لا سيما في المجتمعات التي لم يصلها هذا الخبر. اليوم عندنا مظاهر لطيفة جدا في أمريكا، في لندن، في كندا، أخواننا يعني الجالية الحسينية اللي موجودة في تلك الأماكن يعقدون مهمة أساسية لعبد الله الرضيع في تقديمها إلى المجتمعات الأخرى، تقدم وردة إلى ومع هذه الوردة يقدم خلاصة إلى ما جرى على عبد الله الرضيع، وعند تجد الدموع التي تنسكب، تجد عملية التهويل التي تحصل في أذهان هؤلاء. هل يعقل أن طفلا يذبح بهذه الطريقة لمجرد أنه أريد له أن يشرب الماء وما إلى ذلك؟ لذلك أقول بأن دور عبد الله الرضيع دورا أساسيا جدا في المسألة السياسية وفي المسألة الاجتماعية والعقائدية. طفل لم يتكلم أبدا، ربما وصل إلى عمر المناغات أو ما إلى ذلك، ولكن أن يذبح لمجرد أنه عطش، ما كانت عند أي تهمة إلا أنه ابن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هؤلاء الذين يقولون بأننا كلنا نؤمن بأهل البيت ونحب أهل البيت، وأن نزاعا سياسيا جرى ما بين الحسين ويزيد لا يقصد منه العداء لأهل البيت وما إلى ذلك، تأتي قصة عبد الله الرضيع لكي تفضح المشهد برمته، ولكي تسقط كل هذه الحجاجات وتحيلها إلى كذوبة أو إلى جهل مركب عند هؤلاء، وإلى أقنعة من الغباء يغلفون بها عقولهم أو يحاولون أن يغلفون بها عقول من يستمعون إليه. تمام شيخ. عبد الله الرضيع كان له تأثير كبير على نفس الحسين عليه السلام، ويظهر ذلك من عدم قدرة الحسين عليه السلام على مخاطبة أمه بما جرى، يتجه إلى جبل الصبر زينب لتكون هي مرسال أي صبر وجلادة عند زينب عليه السلام. حقيقة الكلمات تقصر، يعني كيف يمكن للإنسان أن يصف حالة من هذا القبيل؟ بل كيف يمكن أن يصف موقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما يرى ابنه يتلوى بهذه الطريقة؟ أي ابن؟ طفل رضيع، لا يوجد لديه غير البراءة التامة مهما كان ومهما في أي وضع كان، يذبح بهذه الطريقة بين يدي أبيه ويغطي الدم هذه الطفولة البريئة بهذه الشاكلة وتهيمن الخسة والنذالة يعني التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا، يعني حقيقة لا يمكن لأي واصف أن يصف هذا المشهد. لا أدري أي قلب عند الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها حينما نظرت إلى الطفل الرضيع وهو مذبوح، لا أدري ما هو الوقع على قلب السيدة رقية وعلى قلب السيدة سكينة الذين كانوا ينتظرون أن يسقى ماء، وفضلا عن أمه صلوات الله عليها كيف تلقت هذا الأمر. ربما الوصف اللي عادة يقدموه الخطباء إلى وضع حال أمه أثناء شربها للماء وبشكل طبيعي حينما تروى العروق يأتي الحليب ويدر الحليب يعني تكون الامرأة مهيئة للرضاعة، بل بعضهن يدر ثديها بالحليب حتى قبل أن يعني يلثم الطفل ثديها. كيف كان حالهم في ليلة الحادي عشر؟ ولا يمكن يعني الإنسان مهما يصف مهما يقول مهما يتحدث، بل حتى لا يمكن للدموع أن تتكلم بطبيعة ما جرى وبطبيعة الجرح الذي فتح ولما
يندمل بعد. سعد الله قلب الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه كيف ينظر إلى هذه الأحداث طوال هذه الفترة، وكيف سيتعامل مع قضية من يعني من هذا القبيل. يمكن لك أن تتصور بعض من هذه الحالة، البعض من هذه الحالة، لو أنك افترضت أن طفلا رضيعا لديك يأتي أحدهم ويضربه كف، مجرد أن يضربه، كيف يمكن أن تتمرد القلوب على مثل هذا المنظر؟ فما بالك أن يرمى بسهم يذبحه من الوريد إلى الوسط. سمحت شيخ، ما الدلالة من أن الحسين يرمي دماء الرضيع ولا ترجع منها قطرة واحدة إلى الأرض؟ تارة يعني تقبل السماء إلى هذه الدماء هو عرف ديني في تقبل القربان، يعني قبل القرابين حينما تقدم الأكباش وما إلى ذلك يأتيها شواظ أو شيء من هالقبيل بحيث يشعر الطرف المقابل أن هذا الأمر تقبل من قبل الله جل وعلا. الإمام الحسين يعني حينما رمى هذه الدماء ولم يرجع منها شيء، أراد إكمال عملية الحجة، أراد أن يبين مبدأ أو مقدار تضحيته أنه يستقبل هذا القربان باستقبال الرضا والتسليم لما أراده الله جل وعلا ولما قدر للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه مستعد في معركته أن يقدم مثل هذه القرابين بهذا المقدار من التسليم والرضا بطبيعة ما أمر الله. ولكن هناك بعد آخر بنصف دقيقة في هذه القضية، وهو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يقدم صورة توضيحية أو وسيلة إيضاحية إلى التأريخ في طبيعة جرحه بقضية الطفل الرضيع الذبح وهو في قماطه، ربما لم يراه الكثير من هؤلاء، لكن أن يخرج دماءه ويرميها أمامهم ويتمثل بها بأبي وأمي، عند ذلك أراد أن يبين حجم الجريمة التي ارتكبت ويصورها إلى يعني ليس إلى هؤلاء الذين وقفوا، وإنما تبقى أمثولة تتردد. يعني هناك كثير من الأحداث إن لم يتحدث عنها المتحدث أو يومئ إليها ستمر من دون أن يراها أي أحد، ولكن حينما توثق كحدث تاريخي فعل الحسين كذلك، يجوز المتلقي في الوهلة الأولى لا ينظر لا يهتم، لكن سيأتي من بعده متلقون سوف ينظرون إلى هذا الأمر ويستعظمونه. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. أحبتي، لازلنا مستمرين في هذه الحلقة المباركة بعد فاصل قصير، ابقوا معي. حياكم الله أحبتي المشاهدين من جديد. الإمام المهدي سلام الله عليه وردت عليه مصائب كربلاء، ولكن السيد حيدر الحلي عندما قرأ قصيدته العظيمة الله يا حامي الشريعة العينية، ما تمالك الإمام نفسه حتى أن سقط من على ظهر دابته. هذه الكلمات التي أسقطت الإمام عندما وصل العلامة الحلي إلى موضع ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه، وهو يناجي الإمام سلام الله عليه. أيها الإخوة والأحبة، نتحدث عن رضيع الحسين عليه السلام، وفي هذا الفصل من هذه الحلقة نتحدث عن أهمية الشعائر بإيقاع رضيع الحسين عليه السلام. أرحب بكم وأعزيكم وأرحب بضيفي وأعزيه فضيلة الشيخ الصغير، حياك الله. سمحت الشيخ، من أين تنشأ ولماذا اهتم أهل البيت أولا، ثم لماذا لازلنا نهتم بإقامة الشعائر؟ أهي فقط لمجرد السرد التاريخي
والتذكير، أم أن هناك شيء فيه أكثر حيوية أن تكرر الشعيرة كل سنة بنفس الأسلوب ونفس المقتل ونفس الألفاظ ونفس الكلمات؟ لو لاحظنا الأمر في منهج أهل البيت في التعامل مع القضية الحسينية، سنجد أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى مبدأ أساسي في التعامل مع قضية الحسين. هذا المبدأ الذي يشير إليه في هذه الرواية، يقول: إن الجزع، كل الجزع مكروه في الإسلام إلا الجزع على جدي الحسين، فإن العبد فيه مأجور. الجزع ليس الحزن، الجزع هو إظهار شيء في البدن أو في الجسد يعبر عن الحزن الداخلي الموجود في داخل الإنسان. لذلك هذا الجزع حينما يكون حركة في داخل يد الإنسان أو في رأسه أو في بدنه بأي طريقة تبرز أنه وصل إلى أن لا يكتفي بأحزان القلب ولا يكتفي بدموع العين، وإنما يريد أن يشرك جسده في هذه القضية. هذه القضية عادة تكون ملحوظة عند الطرف، عند من ينظر. فإذا ما كان الطلب من الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، إذن نحن أمام ظاهرة أسس لها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في ضرورة وجود حراك اجتماعي يبرز أحزان الحزن على الحسين عليه السلام بإيقاعات مختلفة وبطرق مختلفة تركت إلى الواقع الاجتماعي وإلى الحراك الاجتماعي أن يشكل عملية الجزع، باعتبار أن الناس تختلف في طبيعة استجاباتها العاطفية. يعني لا يمكن لك أن تعثر بالضرورة على نمط واحد من الاستجابة العاطفية من قبل مجموعة من الناس. لكن في هذا الحراك الاجتماعي اللي يطلب، وهي أحد الممارسة المعالم الأساسية، أن الأئمة طلبوا حراكا جماعيا، يعني لم يطلبوا فقط حراكا فرديا. من بكى أو تباكى، تباكى لماذا؟ أن يشترك مع الآخرين بمظهر البكاء، أو في رواية أخرى بكى وأبكى، بكى وأبكى بحث آخر. لكن كلمة تباكى لمن تطلب؟ تطلب حتى لا يكون أحد يبكي والآخر لا يبكي، لا يوجد جوا يساعد على المزيد من البكاء. لذلك الشعائر بادئة ذي بدء هي حركة جماعية. هذه الحركة الجماعية لها رسائل متعددة. تارة هي تعلن عن قضية الحسين، والإعلان عن هذه القضية ربما ننظر إليه في زماننا هذا، ولكنه في ذلك الزمان ليس كما زماننا. في ذلك الزمان كان هناك ضرائب كبيرة تدفع من قبل ينادي بهذه الأمور. ولكن الأهم من ذلك أن اسم الحسين حينما يطرح سوف تطرح الجريمة التي ارتكبت مع الحسين عليه السلام. من بعد الحديث عن الجريمة ستأتي أسباب الجريمة ولماذا فعلوا ذلك، ثم ستأتي قصة الحق المهتضم من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه بشكل تلقائي. وعندئذ الطرف الآخر الذي كان لسبب أو لآخر قد غابت عنه ذاكرة الحسين سوف تعود إليه الذاكرة إن شاء أو إن أبى. يعني أنت الآن يمر من جنبك موكب ما تريد تسمع، لكن أنت راح تجبر على أن تسمع يا حسين وأبد والله ما ننسى حسينا وإلى آخره. لذلك هناك أسئلة قد لا تطرح أمام الآخرين، في داخل كل إنسان يتلقى مثل هذه الأمور أسئلة سوف تعتلج في عقول وفي قلوب السائلين. لماذا يفعلون ذلك؟ في البداية قد يستنكرون، قد لا يستهضم هذا الفعل الذي يفعلونه هؤلاء، ولكن نفس هذا الاستنكار سيثير جملة من الأسئلة تهيئ القلوب وتهيئ العقول لتلقي الرسائل الأكثر تعقيدا من هذه القضية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني
أن يعني لو نظرنا إلى الرسائل التي تنطلق من الشعائر على طبيعة المؤدين لهذه الشعائر، عندئذ سنجد أن التلقين الذي يحصل هنا سوف يؤكد المبادئ. في علوم التربية عادة يشيرون إلى أن التلقين يرسخ المبادئ، تكرار التلقين أيضا سوف يرسخها أكثر ويجعلها لا تقبل الانفكاك من شخصية المتلقي. لذلك هنا هذا الذي يردد يا حسين يا حسين قد يتصور عند السذج أنه ما معنى هذه الكلمة يا حسين يا حسين، هل سيلبي لك الحسين؟ لكن هناك ترسيخ في داخل هذا الإنسان لعاطفته وبالنتيجة لالتزاماته مع هذه العاطفة، شيئا فشيئا سوف يتحول مجرد الشعار إلى فكرة تتحرك في داخل هذا الإنسان نتيجة العاطفة التي تتوقد في داخل قلب هذا الإنسان. هذا جانب. الجانب الآخر، المجتمع يجب أن يفهم على حقيقته. نحن لا نتعامل مع نخب بالضرورة، نتعامل مع أطياف المجتمع بكل مستوياتها الثقافية، فيهم من هو عالم وفيهم من هو جاهل وفيهم من لم يؤت نصيبا من العلم، فيهم من هو أكثر من ذلك. وبالنتيجة هذه الشعائر رسالتها دوما كانت أنها تريد أن تشمل الجميع وتريد أن يشترك الجميع، رغم أن الكل يتلقى بمقداره، يعني الجاهل يأخذ بمقدار ما أوتي من علم، وهو بالنتيجة ينتقل من درجة الجهل المطبق إلى مقدار من العلم، شيئا فشيئا يكون تراكم، يعني تكون لديه العملية العلمية أو الفكرية أكثر بكثير مما كان عليه الأمر في السابق. والعالم نفسه يحتاج إلى هذه العاطفة، لأن الفكرة لوحده لا يمكن أن يؤدي المرامي التي تريدها مدرسة أهل البيت في تزكية النفوس وفي تحريك الإرادات. يعني الآن القرآن الكريم حينما يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، هؤلاء الذين يقولون لديهم فكر يقولون به ولكن إرادتهم متخلفة عن الفعل، وهذه أحد الإشكاليات الكبرى أمام حركة الأنبياء وحركة الرسالات، في أن الذي يتحدث لا يطبق، بينما حينما تتحرك العاطفة، حينما تحرك العاطفة بالاتجاه الفكري سيتناغم الفكر مع العواطف فيؤدي إلى زخم يتحول إلى الإرادة. وبالنتيجة الشعائر لها دورها الأساسي في إحياء أمر الحسين، في إثارة واعية الحسين وفاجعة الحسين في عقول لم يبلغها هذا الأمر من قبل. وبالنتيجة كلما توسعت قاعدة التعرف على الحسين عليه السلام كلما توسعت فضيحة قيم الظلم والطغيان التي بسببها قتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وفي نفس الوقت هذه الشعائر تربي من يؤديها بطرق مختلفة. وأنا هنا أناشد أخواني الأعزاء في مواكب الحسين الذين يؤدون هذه المراسم، استقبلوا أي إنسان مهما كان. أي إنسان؟ أي إنسان شيخنا. هو سؤال لعله سئلنا كثيرا عنه، وصلنا إلى هذا السؤال، نطرح السؤال كما يطرح علينا من عامة الناس. بعض الشباب اللي يجون للموكب بعضهم ما ملتزم دينيا، بعضهم يرتكب أعمال فاحشة، بعضهم يشرب الخمر حتى ذول دخلهم للموكب، حتى ما هو أتعس من هؤلاء على مستوى السلوك، هو جاء يريد أن يذكر الحسين، هو على فسقه على فجوره بناء على فطرة داخلية، بناء على عاطفة داخلية لا علاقة لها بهذا الفجور. نحن متى نريد أن نمنع هؤلاء من فجورهم؟ هو جاء بنفسه إلى قصة الإمام الحسين يريد أن يشارك بها بأي طريقة. ربما هذه اللحظة التي يشترك بها قد توقد في داخله ما يشعره بالندم وتفتح له طريق العودة. شيخنا، بعض الأهل المواكب يقولون إحنا
يجيب لنا حكايه ليكن فلان شلون مطببين فلان موكب. الموكب هذا على اصحاب المواكب ان يعلموا هذه المواكب بيوت للحسين وليست بيوتا له. هذه محسوبه على الحسين وليست محسوبه عليهم. لذلك ليتكلم من يتكلم. انا حينما اريد ان اردع اي جهه لها ممارسه سلوكيه وحينما تاتي هذه الجهه تريد في هذا المكان ان تمتنع عن هذه الممارسه السلوكيه الممنوعه، لماذا امنعها اذا؟ هي تقبل بطريقه او باخرى على انها تريد ان تعود. علينا ان نفسح المجال لهذه العوده، علينا ان نحتضن وعلينا ان ندرك تماما ان الحسينيين الذين انهمكوا في قضيه الحسين ما جاءوا لقضية الحسين إلا نتيجة استجابات أولية في داخل المواكب. لم تأتي في الكثير من الأحيان الكتب والمحاضرات تأتي بهؤلاء من صغرهم أو من فترة شبابهم اللطن. شاركوا بطريقة أو بأخرى، اندمجوا بطريقة أو بأخرى. هسه هذا بدمام، هذا ببوق، هذا بلطم، هذا ببكي، هذا بأنه يروح يشوف شنو اللي موجود، هذا على متقيمة، هذا ليكن. كل هذه البوادر الأولى هي بوادر لفتح باب نحن نحتاج إلى أن يدخل هؤلاء. لذلك لا، أولا لا يسمع إلى هؤلاء الذين يريدون ببراءة أو بخبث، بنية طيبة أو بخبث، أن هؤلاء يشوهون سمعة المواكب ويشوهون سمعة الشعائر. وما الشعائر أسمى من ممارسات الأفراد، الشعائر فيها لغة بطبيعتها تغزو القلوب، وبالنتيجة هؤلاء كم يكون عددهم؟ أعدادهم محدودة جدا قياسا إلى الواقع الاجتماعي الذي جاء متلهفا للمواساة الحسين عليه السلام. عندئذ أنا علي، يعني حينما أقرأ قصصا كثيرة، هذا الذي أخرج بشر الحافي من حالة العربدة وحالة السكر الشديد إلى أن يكون عابداً زاهداً متزهداً في الدنيا نتيجة كلمة سمعها من جاريته، وهذه الكلمة التي تحدث بها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قال لها: سيدك حر أم عبد؟ فهذه المرأة استغربت، أي سؤال هذا؟ قالت: بل هو عبد، بل هو حر. حر. فسألها البشر: لماذا تأخرت؟ قالت له: جاءني رجل وقال لي كلاما غريبا أن سيدك حر أم عبد. قال: والله هو موسى بن جعفر. لذلك خرج حافيا في تلك اللحظة، ترك مجونه وترك فجوره نتيجة كلمة واحدة في لحظة يمكن لهذا القلب أن يتلقاها. نحن لا نعرف بقلوب هؤلاء، والكثيرين ربما ظروفهم سيئة، ربما ظروف تربيتهم أجبرتهم على أن يكونوا في هذا الوضع، لكن لا يجوز لنا أن نغلق الباب على ما يمكن أن يجعلهم يلتحقون بهذا الأمر. وعودا على بدء، حينما تحدثنا عن الحر، الحر جريمته أكبر من شرب الخمر، حينما كان أكبر من الزنا، أكبر من كل هذه الذنوب. ولكن ما الذي قاله الإمام الحسين له؟ تاب الله عليك. شيخ، البعض يتذرع أنه نحن يأتي محرم، يأتي ذلك البعيد عن نهج الحسين ويرتدي السواد وينخرط في سلك الخدمة الحسينية. ما أن تنقضي أيام الخدمة بعد شهرين حتى يرجع إلى نفس الدرس وإلى نفس. أنا أعود وأقول: البيت بيت الحسين، والعزاء عزاء فاطمة. لا يجوز لنا أن نمنع أحدا عنه حتى وإن ارتكس في عالم الذنوب. لا نعرف في هذه السنة بعدها، على أقل التقادير حينما ننظر إلى حياتنا، حينما ننظر إلى حياتنا، نحن تلقينا من المواكب ما لم نتلقاه من أي مكان آخر، مع أنه درسنا وبحثنا وحققنا وما إلى، لكن ما غرس في دواخلنا من أيام المواكب ونحن صغارا هو الذي حفز لدينا كل هذه الأعمال. لذلك هؤلاء حتى وإن كانت سلوكياتهم من النمط المشمئز الذي يشمئز منه الإنسان، لكن حينما ورد إلى باب الحسين، أنا لست ليس مجازا لي
أن أمنع من يدخل؟ نعم الحسين هو الذي يمنع، هذا قضية. أما أنا مجرد خادم، والخادم لا شأن له في المضيف إلا أن يقدم الخدمة في مضيف سيده. سماحة الشيخ، كان بودي أن أطرح يعني المزيد من الأسئلة في خصوص أهمية الشعائر، ولماذا الغرب يحارب الشعائر، أدوات محاربة الشعائر، لماذا التركيز تحديدا على الشعائر، لماذا من جانب آخر أهل البيت أكدوا على الشعائر، حدود الشعائر، ما يجوز ما لا يجوز. كان بودي أن أطرح هذه الأسئلة كلها وأكثر من ذلك بكثير، ولكن مع الأسف الوقت ضيق. أنا اسمح لي بأقل من دقيقة أن أوجه إذا أقل من دقيقة ممكن أوجه سؤالي إلى الأخوة جميعا. لماذا اختلفت الأنظمة من عباسيين إلى أمويين إلى عثمانيين إلى بريطانيين إلى ملكيين إلى شيوعيين إلى بعثيين إلى قوميين؟ لماذا اختلفت الأنظمة في توجهاتها السياسية واتحدت في الموقف المضاد لقضية الحسين عليه السلام؟ هذه القضية طبعا، الموقف المضاد من قضية الحسين تارة أخذ شكل المنع من زيارة الحسين، وفي الغالب المنع من شعائر الحسين. لماذا يفعلون ذلك؟ إذا كان في هذه الشعائر ما فيه ضر لنا، هؤلاء لا يحبوننا، مفروض يساعدون على مثل هذه الشعائر. لكن لماذا بذلوا الكثير من الأموال في دراسات وأجهزة وأدوات قمع عبر التاريخ كل هذه السنين؟ هذه الشعائر تحارب ولا يقبل بها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا هؤلاء الذين يتحدثون عن الشعائر بسوء ينسون كل المنكرات ولا يتذكرون إلا الشعائر في كل السنة؟ لا علاقة لهم لا بأمر بمعروف ولا بإنفاق على يتيم ولا بإنفاق على أرملة فقير ولا على فقير، في كل السنة يصمتون صمت القبور. إذا ما انتشرت مهرجانات الغناء، اللهو، العربدة، الرقص، ولا كأن شيئا يحصل. إذا ما أنفق الناس على حالات عابثة تماما لا قيمة لها في الوجود الاجتماعي لا يتكلمون أبدا. ولكن بمجرد أن ينادي المنادي آي حسين ومصابة، حتى تجد عقيرة هؤلاء يتباكون على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر وعلى الإنفاق وعلى الإطعام، حتى إذا ما انتهى عشر عاشور أيضا راحوا ولبدوا، يتذكرون الأمر قرب زيارة الأربعين، يعودون إلى هذا الأمر مدة 10 أيام و 15 يوم، ثم ينسون الأمر إلى محرم. هذا ينبع عن أن هؤلاء إما مستقبلين بامتياز وإما مدفوعين بامتياز، مجندين بأجندات هدفها إكمال دور الأنظمة المختلفة في توجهاتها والمتحدة في موقفها من شعائر الحسين. وليس ذلك إلا لسبب واحد، هي أن قضية الحسين تثور إرادة الإنسان وتحرره من أنانيته لكي يتحول إلى رجل قيم وإلى رجل مبادئ وإلى رجل يبحث عن العزة والكرامة. سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. للحديث يصل إن شاء الله في حلقات أخرى. كذلك شكري وخالص امتناني لكم لحسن الإصغاء وحسن المتابعة، على أمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة. إلى ذاك الحين استودعكم الله.